الحلقات الخاصة من برنامج ثم ماذا حدث التي تجريها في العاصمة السودانية الخرطوم، في محاولة منا لفهم المشهد السوداني السياسي المركب والمعقد، في سلسلة حوارات هامة مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية. السيد يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطني الاتحادي ورئيس كتلة الحرية والتغيير القوى الوطنية، تسمح لي أرحب بحضرتك وبوجودك معنا وسعداء بتشريفك. مرحب بكم في الخرطوم ومرحب بكل المشاهدين، وعسى أن نلتقي يعني نقول شيئا يعني مفيدا في هذه الجلسة إن شاء الله. خلينا نبدأ من اللي حوالينا ونبدأ بالوضع الحالي في السودان. عملية سياسية جارية الآن في السودان بتكتنفها تحديات الحقيقة كبيرة وبتتطور بشكل مستمر. رؤية حضرتك ورؤية الحزب والكتلة لما يجري الآن إيه؟ فعلا السودان يمر الآن أو من فترة بأزمة سياسية عميقة مؤثرة على كل جوانب ومناحي الحياة في السودان، إن كان على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي، كله متأثر. وشبه الحياة الآن بتزداد تعقيدا يوما بعد يوم، لذلك كثرت المساعي والمبادرات للخروج من هذه الأزمة، ولكن للأسف إلى الآن لم نصل للتوافق المعقول الذي يخرجنا جميعا من هذه الأزمة. والمسعى الآن الجاري في الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في 5 ديسمبر الماضي هو عملية في الطريق الصحيح، لكنها منقوصة تماما إذ أنها تقف على رجل واحدة. ماذا تقصد بأنها منقوصة؟ منقوصة بمعنى أنه هي النوايا صحيحة في أنه الناس يصلوا إلى حلول، لكن الكيفية التي تم بها من إخواننا في المجلس المركزي للحرية والتغيير مع القوى العسكرية مع الرباعية مع الآلية الثلاثية، هذه يعني أهملت أهم جانب هو القوى السياسية الفاعلة في المشهد. بمعنى أنه اختارت أن تعمل هنالك الحرية والتغيير اللي ابتدأت الثورة ووقعت على إعلان الحرية والتغيير وأخذت اسم الحرية والتغيير، كان ذلك في 1/1/2019. ما يسمى المجلس المركزي الآن لا يمثل 10 أو 15% من هذا المكون. هذا هو الذي وقع الاتفاق الإطاري، لذلك أكثر من 80% هم خارج المشهد، وبالتالي العملية بشكلها الحالي لن تصل إلى النهايات والغايات المطلوبة. ونحن في القوى الوطنية كنا جزءا مؤسسا للمجلس المركزي، وخرجنا بعضنا خرج وبعضنا أخرج في الصراعات، وهذه نأتيها الصراعات التي بين المكونات السياسية هي أحد المعيقات الكبيرة. يعني لما حضرتك بتقولي الصراعات، ما هو المقصود بهذه الصراعات؟ بمعنى إن علامة هذه الصراعات على إيه؟ 1/1/2019 كان لنا هدف واحد وهو إسقاط النظام الدكتاتوري الطاغية البشير، وتوافقنا في معظمنا أكثر من 95% أن تكون المرحلة الانتقالية هي مرحلة للتكنوقراط ليست حزبية. كونت الحكومة الأولى بشيء قريب من ذلك، ثم بعد اتفاقية جوبا 2020 شكلت الحكومة الثانية، كانت حكومة محاصصات حزبية، ومن هنا دخل الصراع. دائما الصراع هو حول السلطة. تكوشت يعني أو بعض الأحزاب الاستئثار، يعني أن هناك ميل للاستئثار من بعض المكونات. هذا بدأ يخلق الصراعات الداخلية.
وتشظت وتوسعت وصار المجلس المركزي يفقد بعد يوما بعد يوم بعض أعضائه وبعض مكوناته، إلى أن صارت الآن المكونات معظمها القوى الوطنية والتوافق الوطني وأحزاب يعني واقفة حتى بدون أن تشكل، بس لكنها كانت جزء من الحرية والتغيير في 1/1/2019. كويس. وهذا ما ندعوه نحن في القوى الوطنية، الدعوة للعودة لمنصة التأسيس، أن يجلس كل الفرقاء الذين أسسوا الثورة حتى يجدوا مخرجا. طب خليني أقول لحضرتك يعني أن هناك وجهة نظر أخرى، وهناك تعبير مستخدم ومتداول، وهو الإغراق. يرى البعض أن كلمة الإغراق بتستخدم لما يعني يتم الحوار حول هذا الموضوع، كيف ترى هي كلمة حق أريد بها باطل؟ بمعنى أنه كل ما نحن نعتقد أنه كل سوداني مؤمن بالتحول الديمقراطي له الحق في المشاركة في العملية السياسية، طالما أنت مؤمن بأنه لا بد أن ننتقل من دولة الحزب الواحد اللي كانت موجودة إلى الدولة المدنية التعددية، هذا من حقه. ولكن الآن انحصر الصراع حتى في الإطار هذا، ما سمي هذا محدد الأطراف، محدد الأطر. تحديد الأطراف هذه أخرج معظم الذين قاموا بالثورة أنفسهم. وإذا كان من قام بالثورة يعتبر إغراقا، فهذا أفتكر هذه منتهى النرجسية. هو يعني إيه الإغراق؟ الإغراق بمعنى أنه بعض الناس، أنا بالنسبة لي لا معنى لكلمة الإغراق، أنا أحب وأرحب. حضرتك قلت لي أنها كلمة حق يراد بها باطل، فين الجزء الحق وفين الباطل؟ الحق أنه الخوف أن يأتي من غير الذين يؤمنون بالتحول الديمقراطي ويغرقوا العملية. تمام. أما الباطل هو أن تبعد أصحاب الحق نفسهم بحجة الإغراق. لذلك نشأت يعني مسألة عدم الثقة، ونشأت مسألة أخرى اللي هي مسألة كل من اختلف معك تخونه، وأصبح كل من تريد أن تزيحه تدمغه بأنه ضد الثورة. حتى أصبح شلة قليلة هي صاحبة الصوت الأعلى، وهذه الشلة هي نفسها التي كانت على السلطة، كانت مسيطرة على الوزارات بأجمعها. نحن كحزب الوطن يعني هل حضرتك عايز تقول لي أن المسألة لها علاقة بتقاسم حصة السلطة إذا جاز التعبير؟ تماما، هذا هو أكثر الطرق، هو تريد أن تبعد أكثر معظم الناس حتى لا يتبقى، لأنه في الاتفاق الإطاري قسم الناس إلى أقسام، جزء منهم لا يحق له الحديث عن رئيس الوزراء، هؤلاء هم من سموا يعني ألحقوا بالاتفاق الإطاري. أما المؤسسين للحرية والتغيير في المجلس المركزي، هؤلاء هم من يحق لهم أن يشكلوا رئيس الوزراء والسلطة السيادية. فهذه هي السلطة، أنت تريد أن تبعد منها الآخرين. نحن في القوى الوطنية مثلا أحزاب كلها منتمية للحرية والتغيير في الثورة، الوطن الاتحادي كان حزبا قاطرة تسحب خلفه يعني منذ 1 يوليو 89، مع بداية الثورة يعني نحن قمنا ضد الانقلاب وضد ما سموه بالإنغاز إلى أن سقطت. لكن المتتبع لإعلان الحرية والتغيير في 2019، كل الأحزاب كتبت نحن لا نريد أن نكون جزءا من السلطة. وبعد 2020 الذين صاروا جزءا من السلطة هم اللي أصبحوا الآن أعلى صوتا ومكوشين، ولا يريدون إغراقا، لا يريدون الآخرين يدخلوا عليهم في هذا يعني المغنم. وهذا الذي تشظى بالمجلس المركزي وتشظى بالحرية والتغيير وطلعت معظم المكونات وأصبحت الآن في الخارج. طيب هنا لما نيجي نتكلم على الاتفاق الإطاري، فيمكن أقدر أستنتج أن حضرتك عندك تحفظات على هذا الاتفاق، ولا لا؟ لنا تحفظات كثيرة باعتبار أنه لم نكن جزءا من صانعيه.
اولا نحن يعني العمليه السياسيه ليست كصلاه الجنازه يعني يعني اذا قام بها جزء يعني اكفى لا هذه عملية سياسية لابد أن تكون من صناعها ومن تفاصيلها ومن دقائقها. هذا الحوار الإطاري أو الاتفاق الإطاري بدأ بحوارات سرية بين فئة من المجلس المركزي والعسكر، ونحن هنا حتى نعيب على الجانب العسكري لأنه كل المنظومة العسكرية تعرف ما هي الحرية التغيير الحقيقية. أول ما دخلوا في الحوار مع قوى الثورة في 2019 قائمة بكامل من هم الحرية والتغيير. عندما أتكلم عن الحرية والتغيير ليس مجلس مركزي، زمن ذاك لم يكن هنالك مجلسا مركزيا. طيب في هذه الحالة لازم يكون في سؤال، إذا كان زي ما بيقول إخواننا المغاربة ذلك كذلك، الاتفاق الإطاري من حيث الفكرة أو المبدأ لا بأس به، ولكن حضرتك فضلت وقلت انه يعني تم استبعاد ناس وبتاع، يبقى السؤال هنا طب وانا كيف يمكن توسيع قاعدة المشاركة في هذا الامر؟ ايه البدائل العملية؟ يعني كيف تتصور هذا الامر؟ البديل العملي نحن كحزب وكمنظومة سياسية اسمها الحرية وتغيير القوى الوطنية رأينا واضح تماما، ان يعتبر هذا ما تم الاتفاق عليه مجهود والآخرين من أصحاب الداعمين للثورة ومن صناع الثورة لهم رؤى يأتون بمجهوداتهم. هذا يعني هنالك الآن ثلاثة طوائف من الحرية والتغيير، القوى الوطنية والكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي. لما لا نجلس جميعا في طاولة لنأخذ الاتفاق الإطاري بالجرح والتعديل لنضف ونخصم ونحذف ويكون ما يتفق عليه هو رؤية الجميع. طيب ما المشكلة هنا انه حضرتك بتقول لي في ثلاثة كتل للحرية والتغيير، في كيانات سياسية متعددة وكثيرة، هذه التشظيات اذا جاز التعبير ألا ترى أنها ضارة بالعملية السياسية في السودان؟ لم تكن كذلك، لم تكن، ولكنها أصبحت. أي لم تكن عندما كنا حرية وتغيير ولم يكن هنالك مجلسا مركزا، كنا جسما واحدا. طيب. بغرض واحد. طيب. الآن نجتمع تماما بمنصة التأسيس التي أسسنا عليها الحرية والتغيير ابتداءا، ونجلس لنقيم هذا الجهد الذي تم الآن ونخرج برؤية واحدة فيه. يعني لأنه ما تم التوقيع عليه ليس قرآنا وليس إنجيلا وليس منزلا، وهو مجهود البعض لا يغني عن الكل. وهنالك نقد وتعديل في كثير من المواد فيه ليست هي الأساس، الأساس هو الفكرة نفسها، أن نعمل العمل عملا سويا ونحن شركاء فيه، ولا يعني ما فيش دبورة لحد وما فيش يعني مقصد التالي. هذا الفكرة. طيب خليني اقول لحضرتك انه يبدو لي ان في مشكله تصلب في الراي، يعني ان كل يتمترس عند رايه ومش عايز يتنازل عنه، ولا انا غلطان؟ لدرجه من الدرجات هو الفكره لم تاتي من التسلط، الفكره تصلب التصلب اي الفكره لم تاتي فقط من انه في جهة متصلبة، إنما الآلية الثلاثية دعمت المجلس المركزي وقوت من جانبه وزاد من ذلك الرباعية، فحتى أحس بأنه هو صاحب حق أكثر وعلى الآخرين أن يأتوا للتوقيع فيما قام به هو. وهذا العمر لن يوصل البلد لحتى، البلد دي معقدة بها، حتى الاتفاق الإطاري بشكله الحالي لا يستطيع المجلس المركزي أن ينفذه. تكلم عن الورش، تكلمنا عن ورشة واحدة أصابها ما أصابها من لجنة التفكيك، لكن بقية الملفات تحتاج للجميع،
تحتاج للجميع تمام. طب ولماذا لا يقوم يعني الحزب الوطني الاتحادي بجهد في هذا الأمر لتجميع الكل؟ قام بذلك. وبعدين دعوات تمت هنالك يعني، ويمكن يعني نجح هذا السعي؟ لا لا لم ينجح. ليه؟ فقط المجلس المركزي يريد أن يفرض رؤيته هو، هي تأتي أنت وقع وخلينا نعدل بعدين. فإذا وقعت بالصلاحيات اللي عنده هو لن توصلنا إلى نهاية. بس المشهد أكثر تعقيدا مما تفضلت بها. نعم. يعني إحنا بنتكلم على دولة وطنية موحدة، بنتكلم على قوات مسلحة زي أي شأن أي دولة في العالم، فيها قوات مسلحة واحدة. المشهد أعتقد أكثر تعقيدا من هذا، ولا أنا غلطان؟ ما لذلك مفترض القوى السياسية ترتفع، لأن الآن المشهد الأمني نفسه يحتاج لدراسة، الاقتصادي ومعاش الناس يحتاج لاعتبار. الدولة هذه معرضة، دولة السودان الكبيرة معرضة لأن يعني يصيبها، يعني نحن لسنا بعيدين من لا قدر الله. أيوة لسنا بعيدين من أسوأ السيناريوهات. لذلك التصلب في مواقف معينة نفتكر إنه هو يعني غباء. يعني حضرتك وافقتني في فكرة التصلب دي. أيوة أيوة. لذلك رؤيتنا عندما نتكلم عن العودة للمنصة هي العودة لأن نأتي فرادى كما كنا، ونجلس ونتفق ونختلف، مؤكد حنصل بحل. أما أن يتمترس جزء ويدعو الآخرين يدخل من خرم إبرة، هذا لن يحصل. يعني جهود زي ما حضرتك تفضلت، اللجنة الثلاثية والرباعية وما إلى ذلك يعني، وكلها جهود تبدو محمودة ولها يعني رغبة في دفع الأمور للأمام، لكن هل أتت بنتيجة؟ أنا أعتقد أنها عمقت الأزمة. عمقت؟ نعم. ليه؟ لأن تناول الشأن السوداني، هذا السودان يعني متنوع في ثقافاته وفي أعراقه وفي معتقداته، لذلك الخرطوم لا تمثل السودان. إذا ذهبت في أي اتجاه شمالا شرقا غربا ستجد تعقيدات كثيرة لا بد من أن تخاطب عبر الواجهة العريضة. لذلك عندما نقول العودة لمنصة التأسيس، بنعتقد أنه حتى منصة التأسيس نفسها التي قامت بالثورة ليست كافية، لا بد من استصحاب المكون الاجتماعي الموجود المعين، لأنه احتياجات الناس في النيل الأزرق غير احتياجات الناس في النيل الأبيض، غير احتياجات الناس في الشمالية، غير احتياجات الناس في الخرطوم. هذه الاحتياجات مفترض على الدولة أن تلبيها. أي دولة؟ الدولة السودانية التي نسعى لتأسيسها. الدولة المفترض يعني. أيوة. يعني الفكرة يعني. الفكرة يعني. برؤية واحدة وبفئة واحدة، وأعتقد إنه محاولة فرضها لن يأتي بنتيجة. لأن إذا حتى أمس كانت كل المظاهرات في معظمها ضد الاتفاق الإيطالي. طبعا عن ماذا تبحث أنت؟ هؤلاء هم الشباب اللي قاموا بالثورة واللي تمت فيهم 112 إصابة ما بين في الرأس والعين والصدر والظهر، كل الناس شاهدت. يعني هؤلاء الشباب أين هم؟ هم نحن رغبتنا تماما أن نصل لدولة تحقق الأحلام بطاعتنا الطبيعية، دولة العدالة والحرية. بس حضرتك بتطرح لي مقدمات كما لو كانت معادلة مغلقة، بمعنى أننا نريد كذا ولكن هذا الأمر غير قابل للتحقق. لا بد من ليتحقق ذلك، لا بد من بناء الثقة والتنازل. طيب. بناء الثقة والتنازل. السؤال هنا عمليا علشان نقدر نوصل لفكرة توسيع قاعدة المشاركة اللي حضرتك بتطالب بيها، عمليا لو حضرتك لديك اقتراح 1 2 3 4 لبناء الثقة والتنازل. 1 كيف تبني الثقة؟ 2
كيف تقنع نفسك مع كل الاحترام يعني ككتلة والآخرين بتقديم تنازل عمليا؟ بنعتقد انه اصبح ضرورة. انا موافق حضرتك انها ضرورة. أنا لكن طيب ما هي دعوات تتم ولا بد ان يستجاب لها، ومن يرفض انا افتخر. ما فيش لابد. ايوه ما فيش لابد. ما حدش عنده لابد، كل واحد عنده رأيه. نعم. هنا كنا نتوقع من التدخلات الحميدة اللي جاءتنا من برا ان تسعى لذلك، اللي هي الرباعية والثلاثية والى اخره. ما سعت لذلك. وحتى الثلاثية باعتبار ان هي مفوضة بتفويض معين من الامم المتحدة من الاتحاد الافريقي من الايجاد، وبدأت في الاول بمنهج كويس جدا ان تستمع الى الكل، في النهاية بقت تستمع الى الجزء. وتأتي بجزء من يعني انحياز مضر بالعملية السياسية، مما وضع هي نفسها في موضع الاتهام، وضع هي نفسها في الموقف السالب. يعني الناس كانت تنظر للأمم المتحدة والآلية الثلاثية موضع الاحترام باعتبار أنه هذه هي الجهة الدولية التي يلجأ لها الناس. إذا أصبحت منغمسة في جزء من الصراع افتكر أنه هذا أعاق يعني. لكن كان مناط بها هي أن تدعو. طيب الآن في جهد وفي دعوة لورشة عمل في القاهرة في أول فبراير. نعم. في أول من فبراير. كيف تقيم هذه الدعوة؟ وهي بالمناسبة دعوة يعني لورشة عمل سودانية سودانية. ما فيش فيها أي أطراف أخرى. نعم. نحن جلسنا يعني إلى الوفد المصري برئاسة السيد الوزير وككتلة. وكان ما طرحه هو رؤيتنا. اساسا انه لابد ان نجلس نتحاور كلنا لنخرج برؤيه. وانا افتكر انه هي فرصه للجلوس، هي فرصه للاستماع للاخر، هي فرصه لتذويب الجليد، هي فرصه لمحاوله بناء الثقه والتنازل المشترك لصالح البلد. لانه من يتنازل للبلد هو حقيقة كسب ولم يخسر. وأعتقد إن هي فرصة بغض النظر عن المكان، كان ممكن تكون في الخرطوم وتمت دعوات كثيرة ولم يستجب لها. هذه الآن مساحة وفرتها لنا يعني القاهرة، ونحن في كتلة القوى الوطنية نفتكر إنه نرحب بهذه الفكرة، ونعتقد إنها مساحة للتلاقي للخروج برؤية إيجابية. طيب البعض قد لا يوافق على هذه الدعوة، كيف تقيم هذا الاعتراض؟ ما هو جزء من الأزمة اللي موجودة الآن. يعني بعض الناس يعتقد أنه مجرد دعوة الآخرين للمشاركة هي إغراق وهي خصما على المكاسب التي ربما تتحقق. كم مش يجوز أن يكون هناك من خلال الحوار السوداني الخالص مزيد من الفرص للجميع؟ هذا هو المرجو، مزيد من الفرص للجميع ما يتفق عليه الجميع. ما هو نحن نعتقد انه واحده من يعني مما نؤمن به هو ابعاد السلطه من المعادله. يعني اذا الناس المتحاورين ابعدوا هذه السلطه التنفيذيه و كقوة ثورة اتجهوا لدورهم الرئيسي هو مراقبة أداء السلطة، هو العمل على تنفيذ متطلبات الثورة من حرية وهياكل واستعداد للانتخابات وتفكيك الدولة القديمة وكل هذا، أعتقد أنه هذا دورنا الأساسي. وهذا يبعد الناس من التنافس، يجعله من التنافس إلى المساندة، يبقى الهدف واحد. طيب في مدرستين للتعامل مع هذا الأمر، مدرسة التناقض أو مدرسة محاولة التقارب، حضرتك مع أي مدرسة في دول؟ هما ما بعيدين من بعض. لا يعني بمعنى أنه أنا أريد ولا أريد التناقض، ما هو بمعنى أنك أنت هو كسر العظم والمكسب. في العملية الوطنية الكاسب لنفسه خاسر، لكن هي نحن ليس أمامنا. لما حضرتك تقولي في العملية الوطنية الكاسب لنفسه خاسر، ألا ترى في هذا كلام
معنوي يعني يقترب من الشعارات أكتر مما يقترب من الممارسة الواقعية. يرى من يكسب أنه قد ربح. طيب ما هو هنا المهم كيف يقتنع الطرف الآخر؟ أيوة. مش يعني إننا نحن مفترض أنا بعتقد إنه الحوار الشفاف الذي يراقبه الشعب السوداني هو أكبر محفز للناس ليتنازلوا ليأتوا مع بعض متفقين، لأنه لا بد هو في النهاية كل العملية السياسية هي محاولة لخدمة بلد كله من منظوره. ونحن كقطاع واسع من اليسار إلى اليمين لنا مدارسنا، لكن يكون الهدف الأساسي هو تحقيق شعارات الثورة وهي بناء الدولة الديمقراطية. ده يطلب التنازل، بمعنى أنه يعني نرجع بهدف واحد. كان لنا هدف واحد هو إسقاط النظام، فليكن لدينا هدف واحد هو إقامة الدولة الديمقراطية. تمام. إذا اتفقنا على هذا نتنازل لبنائه ونبعد من دواخلنا، لأنه كان في صراع كبير جدا جدا بحكومة من الذين يشكلون الحكومة، كفاءات وطنية أم كفاءات وطنية مستقلة. هذه أخذت جزء كبير من الناس نحن من داعمي الكفاءات الوطنية المستقلة تماما غير الحزبية إن وجدت، بحيث أنه تبعد الأحزاب السياسية من التنافس أن يأتي حزبي لأنه كفاءة وطنية لا بأس بها. هو هل يفترض في من يتولى منصب أن يظل محتفظا بحزبيته في ممارسة أثناء ممارسة هذا المنصب، ولا من يتولى المنصب العام هو يأتي لخدمة الجميع؟ نتكلم عن المثال أو نتكلم عن الواقع؟ لا، أنا بتكلم هنا عن المثال الذي يجب تطبيقه. أيوة. واقعيا المثال الذي يجب تطبيقه واقعيا هو هذا، بعتقد بالممارسة الطويلة عندما تتكون الدولة المدنية، يعني يأتي من يأتي لشغل المنصب بكفاءته ويترك خلفه الانتماء الحزبي. لكن ما زلنا نحن في السودان أن نتلمس بالتجربة القريبة التي تمت، لم تنجح هذه العملية. أفتكر أنه ما زالت الظلال الحزبية موجودة في الأداء السياسي، وهذا أعاق السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كثيرا في أداء مهامه. حضرتك قلت لي أن يعني الدعوة لورشة العمل في القاهرة من يعترض عليها، لأنه برضو وأنا أول مرة كنت يعني التفسير ده أسمعه من حضرتك أنه برضو بدعوة الإغراق، مش كده ولا في شيء آخر؟ لا، هما ربما يعترض. أنا لا يعني حضرتك ما عدتش مع حد. أنا متابع. حضرتك ما عدتش مع حد من المعترضين؟ تناقشتش معاه؟ نحن بنفتكر أنه هنالك البعض المتمسك بالاتفاق الإطاري ويخشى عليه من مالي. يخشى عليه من أن يفتح. مين اللي حيفتحه؟ الورشة مثلا ربما. ما هي الورشة دي فيها مين؟ آه، الورشة فيها السودانيين. طيب، فبفتكر انه اذا اتفق السودان على فتحه ما يفتح. انا هذا هو الراي. اذا اتفقنا على انه هذا يحتاج لتعديل فليفتح ويعدل، وبالفهم ده. ثم انه انا اعتقد انه هذه الورشه ليس فيها الزام، ما هي انت بتمشي وتطرح رايك ورايك هذا غير ملزم للاخرين يعني، لكن ما يتم الاتفاق عليه هو ملزم للكل. يعني بالضبط، يعني انت حر ان تطرح رايك وتدافع عنه وتقنع به الناس. من استطاع ان يقنع الناس ياتي راي الاغلبيه، هذه الديمقراطيه يعني التي يقبلها الناس يعني. فلذلك انا بعتقد ان هي فرصه يعني للخروج من عنق زجاجه، وفرصه من الخروج من الاحتقان الحالي ومتطور. يعني الآن اللهجة كانت سياسية، خلافات سياسية، وتوسعت وبقت قبلية، توسعت وبقت يعني إقليمية. الآن دعوا لجيش في الشمال وجيش في الوسط وجيش في كذا، بالإضافة للجيوش اللي أصلا موجودة. نحن حقيقة نغرق بلادنا في محيط خطير علينا أن نخرجها منه يعني أقل التكاليف وأقل الخسارات. كيف؟ الاتفاق. كيف برضو؟ أن نتنازل لبعضنا أن نخرج هذا. هل هذه دعوة
بتطرحها حضرتك فكرة التنازل، أم هو جهد قد يقوم به الحزب الوطني الاتحادي أو كتلة الحرية والتغيير القوى الوطنية؟ يعني أين الجهد، أين الجهد الذي بذل مع الآخرين للوصول إلى حد أدنى من الاتفاق؟ متواصل هذا الجهد. متواصل هذا الجهد نمازك. يعني بمعنى أنه نحن نتواصل مع قوى سياسية كثيرة يعني من بينها، وأكثر الناس الذين نتواصل معهم هم من المجلس المركزي، باعتبار أنه لابد من الرجوع إلى الآخرين، لابد من عدم التصلب الذي ذكرناه، لابد من محاولة بناء ثقة، ولحالكم ما بتمشوا. ففي مساء هذا اليوم عندي لقاء كبير معتبر أكثر من 3 من قيادة المجلس المركزي يصب في نفس الاتجاه. وإذا كان نجحت النوايا وتم اتفاق يعني في الخرطوم هنا، القصد إن هو أن يتفق الناس على صيغة توافقية وسطى بتنازلات كثيرة من الجميع لصالح الجميع لصالح الوطن. هل بترى أن هناك يعني بوادر أمل أو بوادر إيجابية؟ لأن هو حينما نتفق جميعا تظل ورشة العمل قائمة، لأن احنا عندنا تفاصيل كتير أو عند التفاصيل كتير يجب الاتفاق عليها، فكلما كان الاتفاق على التفاصيل أوسع كلما كانت يعني خطة العمل أوضح وعملية أكتر للجميع، كل ما ده وفر على السودان. لأن أنا أعتقد أن زي مصر زي السودان يعني المصلحة واحدة. ما في كلام، وبالضرورة إذا الناس مشت متفقة على حد يعني أعلى شوية، كلما زادت خطوط الاتفاق كلما سهل الخروج منها إلى التفاصيل، لأن الناس محتاجين فعلا يناقشوا تفاصيل كثيرة محتاجين لها، لأن المرحلة الآن مرحلة كثير حساسة. العملية السياسية الآن ليست العملية السياسية في 2019، الآن لجان المقاومة كلجان شبابية صاعدة تتحمل الجهد أصبح لها دور ولها رأي كبير، القوى المجتمعية أصبح لها رأي ولها دور كما موجود في الشرق كما في الشمال في كذا، بيبقى أصحاب المصلحة الكثيرين أصبحوا لابد من إشراك كل من له رأي في العملية السياسية حتى تستقر البلد. لن تستقر البلد بأحزاب السياسية أو بفئة معينة، مهما كان مهما وجد الدعم من أي جهة، الذي يدعم هذا الاستقرار في البلد هو الناس نفسهم وشعب السوداني. الآن حضرتك تفضلت وقلت أن هناك جهد تبذلونه للتوافق مع، لأن أنت لن تثبت قلوب المؤمنين، يعني مش أنت مش راح تثبت قلوب المؤمنين، أنت بتتحاور أساسا مع المختلفين. عندك أو لديك تفاؤل تجاه هذا المسعى؟ طبعا شوف، الوطن الاتحادي يعتبر من أكبر الأحزاب اللي قادت العمل الوطني ضد الإنغاز. تمام. عندما جاءت الحكومة الأولى والحكومة الثانية كان ليس له نصيب في هذه السلطة ولن نسعى لذلك. كويس. بفتكر أنه إنجاح العملية السياسية هو الغرض، الانتخابات بعدين هي التي تأتي بالناس كل حسب وزنه. يعني حصل خلاف ضخم جدا بيننا في المجلس المركزي بعد انقلاب 25 أكتوبر. هل هذا الخلاف ما زال بذات الحدة الآن وإحنا نتحدث؟ لا لم يعد، بمعنى أنه نحن عملنا لإنهاء الانقلاب من أقرب الطرق عبر الاتفاق 21 نوفمبر 2021 واستعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. هذا عمل شرخ وأدى إلى فصل حزبنا والحزب الجمهوري من المجلس المركزي، اللي هو نفس الناس الآن اللي كانوا في الزمن ذاك يرفعون شعار اللاءات الثلاث، الآن هم أصحاب الحوار ويدعوننا نحن للحوار أو يدعوننا ليس للحوار إنما للتوقيع معهم. نحن كنا نعتقد أنه اتفاق 21 نوفمبر كان سيحقن الدماء، يوفر الشهداء، الانهيار الاقتصادي وكل الذي جرى قد جرى، لكن مع ذلك في سبيل البلد إذا أنت دار تمسك المرارات لن تخرج.
تغاضينا عن كل ذلك ورأينا أنه مع بعض نحن نحتاج لبعض، لا نحن نستطيع أن نقوم بالعملية. لسنا مفوضين، ولا المجلس المركزي مفوض، ولا الكتلة الديمقراطية مفوضة، ولا غيرنا مفوضين. هذا ما تعتقده حضرتك، ولكن هل الآخرين لديهم ذات الاعتقاد؟ يا أخي إذا أنا في الوطن الاتحادي صاحب الجماهير الكبيرة بقول أنا ما مفوض، فما بالك بأحزاب يعني نشأت. والله على رأسي وموافق، لكن هل الآخرين لديهم ذات الاعتقاد؟ حضرتك من سياق الحديث بدأ لي كما لو كان أن هناك من يعتقد أنه يمتلك القدرة على الأقل لتحقيق أو لتنفيذ وجهة نظر لعدم الدراية. هذا العمل، إدارة العمل السياسي والعمل الحزبي وإدارة الدول تحتاج لمعرفة كبيرة ولتاريخ حزبي كبير. يعني من يعتقد أن الدولة تدار عبر الواجهات التي تصنعها الوسائط الإعلامية لن ينجح. اجتماعك اليوم كما تفضلت، ومعرفش يعني لما يتزاع هذا الحوار هتبقى يعني المسألة شكلها عامل ايه، لكن هل تعتقد إنما حينما يذاع هذا الحوار حضرتك هتكون بتقول دلوقتي خبر أن هناك يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي بريك ثرو في العملية السياسية في السودان؟ نتأمل ذلك. يعني أنا الأمل دايما موجود، ولكن يعني لا ولكن واقعيا وعمليا هو لقاء جاي بعد لقاءات. يعني أعتقد إذا كان أصلا بتتم الحوارات لطق الحنك زي ما نقول في السودان ما فيش فايدة. لكن عندما يأتي من قيادات والمسألة مأزومة، مفترض نتحمل مسؤوليتنا ونأتي بالقرارات الصعبة شوية، القرارات الشجاعة. ودي تعتقد أن هناك يعني ميل لاتخاذ قرارات شجاعة مش هقول صعبة؟ والله أنا أعتقد من الواقع مفترض، برضو مش بتكلم على الافتراض، أنا بتكلم على ما لأنه يعني تظنه أو تعتقده أو حتى تأمل فيه. أنا من وجهة يعني قناعتي الشخصية كحزب وقناعتي في الكتلة، التنازلات مفتوحة عندنا. طيب كويس، ولكن الآخرين والآخرين ندعوهم لنفس التنازلات بدرجة حتى أقل. وهنا بقى، هنا بقى السؤال، هل تعتقد أنهم أو أن حضرتك والكتلة والحزب قادرين على الوصول إلى أرضية مشتركة في هذا الأمر بينكم وبين الآخرين؟ جزء كبير من الآخرين، الآخرين الآن هم ليسوا طرفا واحدا. جزء كبير نحن على توافق، والذين لم نصل معهم إلى يعني التفاهمات هم الذين نسعى لكسر هذا الحاجز. الواقع برضو بساعدنا. الواقع الآن يشير إلى أن الاتفاق الإطاري لن يصل إلى غاياته التي يرجوها الناس أصحابه أو الذين يعني كلهم كانوا مؤملين فيه. وكنا نحن إذا كان أديرت العملية بطريقة مختلفة ربما كانت تؤدي إلى نتائج أفضل. يعني الحديث في الماضي قد يكون مهما يعني للدروس والعبر، ولكن يعني الحديث عن المستقبل، عن السودان، عن السودان الواحد، عن الاستقرار، عن مصلحة الناس اللي حضرتك بتتكلم عنهم والآخرين أيضا بيتكلموا عنهم. أنا بعتقد أولاً لا نخون أي أحد. تمام. وأي موقف تحدث جهة معينة هي تقديرات سياسية في وقت معين. لكن الذي يهمنا أن التقديرات السياسية التي يعني لم تفضي بالعملية السياسية إلى حل ينبغي أن تراجع. وهذا ما نقوله بصراحة، يعني في الغرف الناس تتكلم بصراحة وبوضوح شديد إنه عليكم أن تتراجعوا من هذا، وعلينا ما هو المطلوب منا حتى انه ناتي لصيغه وسط. الى اي مدى تم يعني رأب او جسر الهوة بين الطرفين؟ يعني لو عندنا كده مقياس من 1 لـ10. اولا اصبح الجلوس الى بعض سهل. كويس. ولم حتى في اللقاءات لا يتطرق احد الى ما كان، إنما نتطرق إلى ما ينبغي أن يكون وكيف نفعله.
فبهذه الحتة الناس يعني احنا في خمسة مثلا، بعد ما كنا في واحد احنا في خمسة مثلا ممكن في نقطة التعادل اذا جاز التعبير، ممكن في اكتر اكتر من خمسة ممكن. طيب ده خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. اسمح لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد يوسف زين على وقتك وعلى ما تفضلت به من معلومات، واتمنى يعني ان يحظى السودان بكل السعاده يعني والرخاء والاستقرار لكل ابناء السودان. انا متشكر جدا، هذه سانحه، والتحيه لكم وللقناه القاهره الاخباريه وعبركم لكل المشاهدين ولكل اخوتنا في الشعب الجمهوريه مصر العربيه. شكرا جزيلا. أشكر حضرتك مرة ثانية.